sport. صباح النور، مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. البطولة الوطنية، بطولة الرابطة المحترفة الأولى البارح، الدفعة الثانية من لقاءات الجولة السابعة الذهاب اللي أسفرت عن النتائج التالية: عودة الترجي لسكة الانتصارات بعد ما غاب الانتصار عن الترجي في الجولات الفارطة. الترجي فاز في الكلاسيكو في قمة لقاءات هذه الجولة في ملعب سوسة أمام النجم الرياضي ساحلي بهدفين مقابل صفر. أيضا الترجي الجرجيسي وفي للانتصارات والنتائج الإيجابية مع بداية هذا الموسم، وفاز البارح على النادي الرياضي البنزرتي هدف مقابل صفر على أرضية ميدانه في جرجيس. التعادل الإيجابي الحقيقة للأولمبي الباجي، ممكن تعادل سلبي للنادي الرياضي الصفاقسي. الأولمبي الباجي الذي يواصل تصدر بطولة الرابطة المحترفة الأولى وعودة بنقطة ثمينة خارج القواعد في ملعب الطيب المهيري بصفاقس أمام النادي الرياضي الصفاقسي صفر مقابل صفر. والقوافل الرياضي بقفصة هو الآخر يعود للانتصارات ويحقق أول انتصار ليه في بطولة هذا الموسم، كان على حساب المنافس المباشر على مستوى أسفل الترتيب اتحاد تطاوين. والقوافل الرياضي بقفصة يفوز بهدفين مقابل صفر. الترتيب على ضوء النتائج يوم السبت: مباراتي النادي الافريقي الاتحاد المنستيري شبيبه العمران مستقبل سليمان، ومباريات يوم الامس الاولمبي الباجي كما قلت في الصداره برصيد 17 نقطه، يليها المركز الثاني للترجي الرياضي الجرجيسي في المركز الثاني ب 16 نقطه، ثم النادي الافريقي الاتحاد المنستيري لكل فريق 15 نقطه على مستوى المركز الثالث. المركز الخامس للملعب التونسي ب 14 نقطه، المركز السادس للترجي الرياضي التونسي ب 12 نقطه، ثم شبيبة العمران والنادي الرياضي صفاقسي لكل فريق 10 نقاط. مستقبل جابس في المركز التاسع بثمانية نقاط، المركز العاشر لمستقبل سليمان بسبع نقاط، نجم المتلوي يحتل المركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط، ثم النجم الرياضي الساحلي واتحاد بن قردان لكل فريق 5 نقاط على مستوى المركز الثاني عشر والثالث عشر. المركز الرابع عشر للنادي الرياضي البنزرتي بأربع نقاط، ثم المركز الخامس عشر والسادس عشر لكل من القوافل الرياضي بقفصة واتحاد تطاوين لكل فريق 3 نقاط. نذكركم ببرنامج لقاءات الجولة القادمة، الجولة الثامنة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى التي ستدور أيضا على دفعتين يومي السبت 9 نوفمبر والأحد 10 نوفمبر في ملعب الهادي النيفر ببارد، انطلاقا من الساعة 2:30 مساء نهار السبت 9 نوفمبر. الملعب التونسي يستضيف الشبيبة الرياضية بالعمران، ثم في الثانية ظهرا الأولمبي الباجي الترجي الجرجيسي في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين ماضي ساعتين ونص اتحاد تطاوين النادي الافريقي، وفي نفس اليوم يوم السبت 9 نوفمبر في ملعب حمادي العقربي برادس 4:30 الترجي الرياضي التونسي مستقبل جابس. نهار الاحد بقيه مباريات هذه الجوله يوم الاحد 10 نوفمبر، المواجهه الاولى ستجمع النادي الرياضي البنزرتي بالنجم الساحلي انطلاقا من الساعه 2:30 ظهرا، ثم مستقبل سليمان القوافل الرياضي بقفصه، الاتحاد المنستيري يستضيف النادي الرياضي الصفاقسي، ونجم المتلوي الاتحاد الرياضي بن قردان. كل المباريات ماضي ساعتين ونص نهار لحد 10 نوفمبر. في بطولة الرابطة المحترفة الثانية، الموعد كان البارح مع لقاءات الجولة الثالثة بالنسبة لمرحلة الذهاب. النتائج نعطيكم بالنسبة للمجموعتين الأولى والثانية لأنه المباريات دارت على دفعتين يوم السبت ويوم الأحد. في المجموعة الأولى مستقبل مرسى جندوبة الرياضية هدف مقابل هدف، مستقبل وادي الليل سبورتينغ المكنين 1-1، هلال مساكن ينقاد للهزيمة أمام ضيف والنادي القربي هدف مقابل صفر، القلعة الرياضية فازت على جمعية ريانا 3-2، جمعية مقرين تنقاد للهزيمة أمام أمل حمام سوسة بهدفين مقابل صفر، نادي حمل الأم فاز على النجم الرادسي 3 أهداف مقابل هدف واحد، ومكار المهدية فاز على الملعب الإفريقي لمنزل بورقيبة بهدفين مقابل صفر. هذا ما يعطينا الترتيب التالي بالنسبة للمجموعة الأولى: النادي القربي والقلعة الرياضية والأمل الرياضي بحمام سوسة لكل فريق 7 نقاط على مستوى صدارة ترتيب المجموعة الأولى، ثم جمعية مقرين مكار المهدية لكل فريق 6 نقاط، مستقبل مرسى نادي حمل الأم 5 نقاط، ثم جندوبة الرياضية 4 نقاط، هلال مساكن والملعب الإفريقي لمنزل بورقيبة وسبورت المكنين لكل فريق نقطتين، ثم في المركز الثاني عشر مستقبل وادي الليل مع النجم الرادسي لكل فريق نقطة واحدة، والمركز الأخير المركز الرابع عشر لجمعية أريانا بصفر من النقاط.
في المجموعة الثانية النتائج كانت على النحو التالي بالنسبة للقاءات هذه الجولة الثالثة. الذهاب إلى الشابة تعادل مع سكاك الحديد الصفاقسي بهدفين مقابل هدفين. التعادل الإيجابي أيضا في مباراة محيط قرقنا ونصر جلمة هدف مقابل هدف. كوكب عقارب فاز على أمل جربة هدف مقابل صفر. فوز أيضا الشبيب القيرواني على الملعب الجابسي هدف مقابل صفر. فوز مستقبل القصرين على تقدم سقية الدائر بثلاث أهداف مقابل هدف واحد. أولمبيك سيدي بوزيد هو الآخر ينتصر على هلال رديف بهدف مقابل صفر في حين مباراة الأمل الرياضي بالركبة تطاوين وبعث بوحجل انتهت بالتعادل السلبي صفر مقابل صفر. هذا ما يعطينا الترتيب التالي. كوكب عقارب ومستقبل قصرين يحتلان صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط. ثم المركز الثالث لأولمبيك سيدي بوزيد والشبيبة القيروانية لكل فريق 7 نقاط. المركز الخامس لمحيط قرقنة ب5 نقاط. المركز السادس لنصر جلمة ب4 نقاط صحبة الأمل الرياضي بالركبة. ثم المركز الثامن لتقدم سقية الدائر ب3 نقاط. سكاك الحديد الصفاقسي في المركز التاسع مع بعث بوحجلة لكل فريق 2 نقطة. هلال الشابة هلال رديف الملعب الجابسي وأمل جربة 4 فرق في المراكز الأخيرة برصيد 1 نقطة. في كرة السلة البارح الموعد كان مع لقاءات الجولة الثانية إياب الدفعة الثانية أيضا لأن الدفعة الأولى من لقاءات هذه الجولة دارت مساء السبت البارح. النادي الإفريقي ينقاد للهزيمة أمام ضيف الاتحاد المنستيري 66-76. شبيبة المنازه فازت على نادي كرة السلة بالمهدية 73-62 وفوز اتحاد الأنصار على نجم حلق الواد 80-77. هذا ما يعطينا الترتيب التالي. شبيبة القيروانية النادي الإفريقي الاتحاد المنستيري في الصدارة الثلاثي هذايا برصيد 20 نقطة. نجم الساحلي في المركز الرابع 19 نقطة. الدالية الرياضية بقرومبالي في المركز الخامس 16 نقطة. صحبة اتحاد الأنصار بنفس الرصيد من النقاط 16 نقطة. ثم نجم حلق الواد في المركز السابع ب15 نقطة. شبيبة المنازه في المركز الثامن ب14 نقطة. نادي كرة السلة بالمهدية تحتل المركز التاسع ب13 نقطة. ونجم الراسي في المركز الأخير المركز العاشر ب12 نقطة. ختام جولتنا الرياضية سيكون بالبطولة العربية للكرة الطائرة التي تحتضنها المنامة بالبحرين. المنتخب الوطني التونسي يحقق انتصاره الثاني هذه المرة على المنتخب العراقي بعد الانتصار في المباراة الأولى على منتخب سلطنة عمان ب3 أشواط نظيفة. البارح أيضا منتخبنا الوطني التونسي يفوز على المنتخب العراقي ب3 أشواط نظيفة. تفاصيلها كانت 25-22 25-18 في الشوط الثاني و 25-21 في الشوط الثالث. منتخبنا الوطني التونسي يواجه غدا منتخب البلد المنظم المنتخب البحريني يوم الثلاثاء غدا انطلاقا من الساعة 5 مساء في مباراة عنوانها فك الشراكة على مستوى صدارة الترتيب. هذه المجموعة بين المنتخبين التونسي والبحريني. كل التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا الوطني التونسي في هذه البطولة العربية للكرة الطائرة لنصل بها لختام فلاش سبور. أجمل تحياتي، إلى اللقاء. فلاش سبور إشهار. متخممش، الزهاز والصياغة علينا. بمناسبة عروض زهاز العروسة عزيزة موبيل تربحكم صياغة ذهب ومعون الزهاز. باش تدخل في القرعة شرجي نمروك عزيزة موبيل ب5 دينارات أو أكثر وإن شاء الله فرحكم دايم. عزيزة موبيل متوفرة في مغازات عزيزة الكل. عزيزة موبيل بس الخير. إشهار موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية. تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. مكتب مجلس نواب الشعب يواصل اليوم التداول بخصوص مختلف ترتيبات الجلسات المشتركة بين البرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي وكذلك مشروع قانون المالية للسنة المقبلة التي من المنتظر أن تنطلق بداية الأسبوع الجاري. وزارة التجارة تضع رقما أخضر للتبليغ عن أي تجاوزات فيما يخص أسعار بيع الدجاج. وشددت وزارة التجارة في بلاغ لها أنها ستتخذ العقوبات القانونية والإدارية ضد كل من يخل بواجب تزويد السوق أو يساهم في الترفيع في الأسعار. الانطلاق في تركيز بوابة إلكترونية خاصة بالشركات الأهلية على أن تكون جاهزة قبل موفى السنة الحالية. صندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام سيتكفل 100% بتغطية تكاليف عمليات استئصال أورام سرطان الرئة بالقطاع الخاص وذلك موفى السنة الحالية وفق رئيس الجمعية التونسية لجراحة الصدر بالأحسن نسماتي.
في ملف الشرق الأوسط، دفاع المدني في غزة يقول اليوم أن أكثر من 100,000 فلسطيني محاصرون في محافظة شمال غزة وسط انعدام تام للغذاء والدواء. حزب الله اللبناني يؤكد مهاجمة 4 قواعد عسكرية إسرائيلية و14 مستوطنة شمالي إسرائيل، إضافة إلى استهداف تجمعات لجنود صهاينة في الجليل والجولان. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن رفع مستوى التأهب في منطقتي الجليل الأدنى وجنوب لبنان، ويواصل شن غارات عنيفة على عدة بلدات لبنانية. في بقية أخبار العالم، وفي السودان اتهامات لقوات الدعم السريع بقتل العشرات في ولاية الجزيرة وشمال دارفور. وختاما، الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه بشأن وجود قوات كورية شمالية في روسيا واحتمال انتشارها على الجبهة في مواجهة أوكرانيا. نهاية هذا المعدل الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري. الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان. ابتداء من شهر نوفمبر باش تنطلق عملية التعداد السكاني 2024. الأجوبة متاعك باش تكون محمية بقانون حماية المعطيات الشخصية. وزارة الاقتصاد والتخطيط، المعهد الوطني للإحصاء. خلي في بالك تعداد بلادك. أنتم في الاستماع إلى الإذاعة الوطنية التونسية. في إذاعتنا فقط أصوات حسنة، فالصوت الحسن يجري في الجسم مجرى الدم في العروق، فيصفو له الدم وتنمو له النفس.